في عز أزمة كورونا بالمغرب بنوا ولاد الناس، وفي وقت الحزة بنوا رجال المغربيات الحرات. وأيضا في عز أزمة كورونا سقط قناع البعض، وظهرت كذلك حقيقة من ارتفعت أصواتهم بالمسارح والمراقص من خلال أداء أشهر الأغاني. الأمر يتعلق بمن تغنى باسم الحب وظهر بوجه الملاك وهو يراوغ ويعبر عن حبه لجمهوره العريض، ومن بينهم وفق نشطاء مغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي المغنية دنيا باطمة، والتي اختفت فجأة ودون سابق إنذار، دون أن تقدم ولو كلمة طيبة للمغاربة تعبر بها عن تضامنها مع الشعب المغربي الذي اصطف في صف واحد واجتمع على كلمة واحدة في حرب أمام فيروس أرعب العالم وأسقط آلاف الضحايا، عكس أشهر نجوم الرياضة والفن بالمغرب والذين أظهروا تمغربية الحقيقية وأبانوا عن معدنهم الأصيل خلال محنة كورونا عبر مقاطع فيديو أعلنوا بواسطتها تقديم الدعم المعنوي وأيضا المادي لفقراء الوطن. اختارت مولة أغنية ندمانة نشر صورها بالقفطان التقليدي وهي تبتسم وعلامات الفرح ظاهرة على ملامحها، ما دفع نشطاء إلى التساؤل عن السبب وراء هذا السلوك من فنانة حققت الشهرة بعد أن وجدت وراءها ملايين المغاربة الذين قدموا لها الدعم المادي بتصويتهم عليها أثناء مشاركتها ببرنامج أرب أيدول، وأيضا الدعم المعنوي بالتعبير عن إعجابهم الكبير بصوتها. بعض النشطاء المغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي استغلوا الفرصة لتشبيه دنيا باطمة بالأمريكية هيتي غرين، والتي تعد من أشهر النساء في تاريخ أمريكا بعدما ارتبط اسمها بأقصى درجات البخل وتم تلقيبها بأبخل امرأة على مر التاريخ بالرغم من امتلاكها ثروة هائلة، مؤكدين أن مثل هذه الصفة ظهرت على دنيا باطمة والتي لم تكلف نفسها تقديم الدعم للأسر الفقيرة. في حين كتب آخرون في تعليقهم على حفيدة الديوان واش نسيتي فين كنتي ومع من كبرتي، في إشارة منهم إلى أن المغنية نشأت في حي شعبي وبالتالي فهي تعلم جيدا ما قد تعنيه هذه الأسر في العزل الصحي من أجل توفير لقمة العيش.